السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مرحبا بكم إخوان وأخوات مرة أخرى على قناة الأستاذ. اليوم إن شاء الله غادي نتحدثوا حول كيفية تقديم، كيفاش تقدم نفسك بالطريقة الصحيحة أمام اللجنة الشفوية، في الاختبار الشفوي. أول سؤال يطرح بعد جلوسك أمام اللجنة، أول سؤال يطرح هو قدم نفسك. انا باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه، بعض المرات يقول لك غير اللغه العربيه، بعض المرات يقول لك حتى اللغه الفرنسيه. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله كتبت لكم واحد التقديم، ووضعت واحد التقديم اللي هو شامل، وهذا هو التقديم اللي تحاول تحفظوه انت وتحاول تكتبوه، حيت ما الا عاودتي غير شي 5 المرات ولا 6 المرات دير لي سيف الدار قبل، دير محاولات قبل ما تمشي قدام اللجنه. اذا الان مثلا جلستي امام اللجنه، اول حاجه غادي تحاول تكلم بيديك، في هذا التقديم اللي وضعت لكم، ماشي فقط تقديم باش تقدم نفسك، وانما التقديم والتمهيد باش تحيد هذاك الخوف اللي كتحس به، او هذاك ستريس، او هذاك الوتراك اللي كتحس به وانت يلاه جلستي امام اللجنه، يلاه باغي تدوز الشفوي. هذه هي لافونتاج ديال التقديم الى جيتي حافظ اش باغي تقول، عارف اول سؤال، عارف الجواب ديالو، في هذيك اللحظه اللي انت كتجاوب على اول سؤال تتحيد هذاك الخوف وتتطلق لك اللسان، وبالتالي غادي تسيطر على الحصه كامله. اذا اول حاجه تيقولوا لك قدم نفسك، غادي تقدم نفسك باستعمال اليدين، ما تربعش يديك، ما ديرش التشابك ديال اليدين، ما ديرش بحال هكا، المهم بطريقه عاديه باش ما نبقاش نكثر عليك انا، ما ديرش هذه وتقول بحال لا باغي ندوز وما عرفتش شنو، راه عادي جدا شفوي، عادي بحال كتهضر مع صاحبك. اذا اسمي، غادي تقول اسمي فلان بن فلان مثلا، شي سميه، السميه ديالك انت فلان بن فلان، من مواليد مثلا 24 شهر 5 في 1900 وكذا و50 ولا 2015 ولا، شوف انت التاريخ الازدياد ديالك، وبمدينه بمدينه الدار البيضاء مراكش اكادير الى اخره، متزوج او غير متزوج، أقطن حاليا بمدينة كذا وكذا، ثم حاصل على شهادة البكالوريا سنة 2005 ولا 1900 ولا، على حسب انت التاريخ ديالك، وبشعبة أو لا بمؤسسة فلان، مؤسسة الاسم ديال الثانوية اللي حصلتي على الشهادة ديالك فيها سنة كذا وكذا، ثم تابعت دراستي بجامعة كذا وكذا، الاسم الجامعة اللي انت تابعت الدراسة ديالك فيها سنة كذا وكذا بمدينة كذا وكذا، وحصل على شهادة الإجازة بجامعة كذا وكذا سنة كذا وكذا بالتخصص أو لشعبة كذا وكذا. الى عندك شي شواهد اخرين مثلا، شي اجازه اخرى مهنيه ولا شي ليسون ولا شي ماستر ولا شي حاجه اخرى، قول حاصل ايضا على شهاده الاجازه المهنيه بجامعه كذا وكذا سنه كذا وكذا، وحاصل على الماستر في تخصص كذا وكذا بجامعه كذا وكذا الى اخره، كثرت عليكم من كذا وكذا ولكن هادشي اللي عطل. وايضا غادي ندوزو دابا للتكوينات، تلقيت تكوينا ب اما جمعيه او لا مركز معين في مجال معين، غتقول بعدها تلقيت تكوينا في مجال، واش في مجال التربيه نيت، واش في شي مجال اخر، ماشي مشكل واخا تقول تكوينات، ولكن من الاحسن يكونوا قراب المجال ديال التربيه والتعليم باش يكون عندك لافونتاج شي شويه، بمعهد ولا مؤسسة أو لا مركز أو لا، وتقول المدة بمركز كذا وكذا بعد السمية ديالو، وتقول المدة اللي انت مدوز فيه هذاك التكوين، شهر شهرين سنة إلى آخره. ثم أيضا اكتسبت تجربة مهمة في مجال التربية والتكوين، بالنسبة للناس اللي ديجا درسوا في الخصوصي، الناس اللي كانوا تيقراو في الخصوصي، اكتسبت هذه حاجة مهمة جدا، كتزيد كتزيد من كتزيد كتخليهم هما يتيقوا
او لا تبين لهم انك يعني قادر، او لا ديجا كنتي انت كتقرر يعني قادر باش تكون استاذ، يعني انت ديجا عندك تجربه، يعني تقول اكتسبت تجربه مهمه في مجال التربيه والتكوين، يعني من خلال مزاولتي لمهنه التدريس في القطاع الخاص بالمؤسسه فلانيه مثلا المده فلانيه، يعني حاول ما امكن، حيت ولا واحد المشكل مؤخرا. ما تقولش لهم راني حاليا يعني الله جاي دابا من مؤسسه خاصه، حيت ولا هذا المشكل ديال الناس ديال الخصوصي ما يتقبلوش في العمومي. حاول تقول لهم مثلا انت اللي راه كنت يعني انقطعت، كنت خدام في مؤسسه خاصه ولكن ما بقيتش خدام في المؤسسه الخاصه، باش تفادى انت هذا المشكل ديال ما كيقبلوش الناس ديال الخصوصي، او لا الناس اللي ما داروش في الخصوصيه وكانوا تيقراو في جمعيه معينه، او لا محو الاميه، او لا محاربه الاميه، الى اخره من هاد التجارب اللي تيكونوا تيقربوك لمجال التربيه والتعليم. وتقول حتى بالنسبه للناس اللي داروا الساعات الاضافيه، اللي كانوا اللي تيديروا الساعات الاضافيه دابا، راه مزيانه حتى هي، غتقول يعني عندي تجربه في يعني الساعات الاضافيه مع المستوى فلان، يعني المستوى كذا وكذا في تخصصات معينه اللي درتي معاهم الى اخره. في هاد 5 دقائق ولا هاد 4 دقائق اللي انت قدمتي فيه راسك، صافي تتطلق، حيتاش انت عارف اش باغي تقول، جاي عارف الجواب ديال السؤال الاول، يعني جميل جدا باش تكون عارف الجواب ديال السؤال الاول. يعني بلا ما نطول عليكم، هذه هي تقديم، يعني التقديم واخا كثرت في كذا وكذا ولكن هادشي اللي كاين. التقديم باللغه العربيه يعني بالطريقه يعني الصحيحه، وبالتالي كتريح حتى نفسك، هذا التقديم كيريحك تيخليك ترتاح يعني في الاسئله المواليه. غادي نحاول في لا فيديو المواليه ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم التقديم حتى يعني باللغه الفرنسيه، باش الا سولك الا قال لك التقديم باللغه العربيه والفرنسيه، وبالتالي غادي تحاول دير اللغه العربيه ونفسها باللغه الفرنسيه، حيت نفس التقديم نفس المعلومات نفس الشخص ما غاديش تبدل. هادشي اللي كان في هاد لا فيديو، ما غاديش نطول لا فيديو، ان شاء الله تسنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.